صباح الهنا وصباح النصر وصباح السعادة على حضراتكم. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما كريم دايما بيحب يقول 10 و5 لا، 10 وربع لا، 10 وثانية لا، بالثانية. صباح الخير، بالثانية. صباح العسل، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقتنا النهاردة اللي هتكون مليانة أخبار وموضوعات وكمان استضافات، وكالعادة هنستهل معاكم الحلقة بأخبار النادي الأهلي. صح كده، وإن شاء الله فريق الكرة بالنادي الأهلي هيرجع يستأنف بقى تدريباته السبت الجاي بعد مد الراحة استعدادا للمرحلة القادمة طبعا، واللي أهمها بالتأكيد نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجاري. بكرة لاعبي الأهلي هينضموا بقى لمعسكر منتخب مصر، وهم محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حمدي فتحي، وده استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يوم إن شاء الله 14 و17 نوفمبر الجاري، ده ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. كل التوفيق إن شاء الله.